الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين. وحين نقصر شرعي عقيدة دي الإسماعيلي اعتقاد أهل السنة، وحين نكبل أبا إن شاء الله تعالى موضوع قصه بصنع عذاب القبر. قال المصنف رحمه الله: ويقولون إن عذاب القبر حق، ويقولون أهل السنة والجماعة وحيرنا يان إن عذاب القبر حق، عذاب القبر هو حق وعذب، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، يعذب الله الله وعذابا يا من استحقه كعذاب القبر المتيست أي عذابا يا إن شاء هدو دون أي عذابا يا وإن شاء هدو دون عفى عنه وعفني. تصبحي كصاب صنطهي عدة مشيئة إلهي هوستال أهدو دوننا عفينا أي هدو دوننا عذابا يا قال ذا ماءها، وعدة مركة أهل التوحيد كأيدن بيه كبائر كل متي. أما قريها مركا قال ذي قال لما كل انتي قطعا يقوى العذابية لقوله تعالى، وحانا الدليل هذا الكيس الله يربى الدليل عذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار النار يعرضون عليها ولا بندق يقى عليها أي على النار النار تالو بندق غدوا قلن هريده وعشيا يقلن دمبادبا عذابك أي الله بندق. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي ويقال وحل إلى ذا يوم تقوم الساعة ما لنت قيامه كعيسنا وحل إلى ذا أدخلوا قليا آل فرعون، فرعون يعد الراعي قليا أشد العذاب، عذاب كيس الدرن قليا عذاب كأقدرا قليا أي إلى ذا. فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، فأثبت لهم الله حوصي ما بقيت الدنيا مددا الدنيا أي باقيتي شرتو عذابا عذاب أصغي بالغدو قلنه ردل عذاب أيه فرعون يعد مركا فرعون راضي والعشي قلن دنبيد العذاب دون ما بينهما انت ورح يسل بدأ أن العذابين، حتى إذا قامت القيامة تعذب أشد العذاب، يعني سلا وحلو وضياء إلى ماء مركا قيامة كعي تعذب مركا والعذاب يا أشد العذاب عذابك وقدرا أتشوك تأب العذاب يا بلا تخفيف عنهم فضيدين لقى فضيدين أيو لأنتيد وحال مركا وحوية يكل هيهين فضيدين الآن ولقوا أتكين أيو أي العذاب يا كما كان في الدنيا. سيدي مددي الدنيا ذا مركا يا هايد إن وقت يذا قار كود لغف ذي دينا أي وبمعنى وحوي يقلن هريد يقلن دميتك العذاب أي وحل يذا قار كود يعني مركا نوعا ما لغا خفيفين أي ساسو كالتشري ميسو لكن عذاب قيصة دران أتشوك تأب العذاب دونا ما لنت قيامه. وقال وحوى الله يلي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض كوكسوكا تشيستا أما كيكا تشيستا عن ذكري حسكايغا وحصايو كتشيستا أما ذكري غايغا أو قرآن كايغا بمعنى هذا الكايغي كتشيستا ذكري ومصدر لو إضافي مرنا فاعل كيسا مرنا وحو أدعي كرا إنه مركا وحوية منصوب كلا إضافية أي ودعي كرا بمعنى وحوية منصوب على التعظيم اسم كنا قناية إن لا إضافية أي مرنا نغنية تأدبا مركا ذكرها الله لحصاية وفصل مكرا ذكرها الله أسقو الشيغي وكلام كيس أنا وفصل ميان وشي قد دمانا ولي بسيف عن القرآن كاللوغتشي القرآن كنا ذكر الله وكلام الله. ومن أعرضك كستوك تشيست عن ذكر حسكيك أو قرآنك أكتشيست فإن له حوصناتي معيشة ضنك نور العليل يا أسقناتي، يعني قبل فناء الدنيا وحيوصناتي أنت الدنيا ذو مركا أين رمان الدنيا ذو باقية تهي
أيام مركا نرشا عجلق أصبنانيس لقوله تعالى بعد ذلك وحانا الدليل إن السدى استهي هذا الكيس الله يلي بعد ذلك إنت أدبددو يلي ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره وصوصارينا يوم القيامة ما لنت قيامنا وحنصوصارينا كان معرض كآه أعمى حال عند رأيه أي نصوصارينا بيّن أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة بيّن الله وحو عديي أن المعيشة الضنك نلش عديلق أهي قبل يوم القيامة ما لنت قيامة كهر إني أهاتي وما لنت قيامة كهر أي نلش عديلق أهي وفي معاينتنا أرقينا وحكسونا ذي إن أركينا اليهود يهودا إن أركينا والنصارى يا كريستانكا إن أركينا والمشركين يا قاردك لي الله عدك للعابودا يا إن أركينا في العيش الرغدي أي نكو أركينا نرل يعني واسعة أي نكو أركينا نرل بلارا واسعة أي نكو أركينا والرفاهة يا النعماء نكو أركينا في المعيشة وحلوغ نعمي يكون نعمي سنيان أما النلش جذه إذا يكون نعمة السنة ينلوا ذم ذل بالله فصير كراي معيشة مروح على إذا ما يعاش به وحلقون ولاده مرنا عايش كلفتي ساء ينلش أيام مرك على إذا ما يعلم به وحي صق لقو قرنا يسابتي ساء أنه لم يريد به إن إلى هاي وقت شيدين ضيق الرزق في الحياة الدنيا يعني أرزاق عليلية نلش الدنيا جذه إذا إن مركب حوي إن رش الدنيا جذه هذا أرزاق عليا إن كل ما يو إن إنسان لوجت شيء دين وحلقو أجانا يو أي مركب قصغن يعني أركتي إنه يعني صاصة قصغن مركب إن أركي إنه نال واسع أي الراحة إن قصغن يهين قال فر بدني أرزاق بدن هايستان أي نعمة السنة يا الراحة السنة يا إن العليا أي قصغن هين بينو قرن إن قال ذن وحلو بلن قاد إن العليا إن قصغن أنا يا مركب قرت قصغن أنا يا مركب دين الدنيا دين نقون وحين غنيسا إن عذاب القبر إذا لو قد شهده وقبر إذا نول عرية يكسو نانيان تاسنا إتهاي قيامة كهر قيامة كهر إن إتهاينا وحلقة قادنيا ونحشره يوم القيامة أعمى مركا عطف كاللو عطفا ينا عطف حفا إيدينا مغايرا مركا حشر إذا لصو سارا إيو مارين تقيامة لصو سارا إيانا وكسي الدنبيسا وكسي الدنبيسا والعطف يدل على المغايرة عطف كوحكتو سنيا كالدوانا شكتو سنيا لوجودنا هيلتان كنا إنه هاللي درادد أي مركا تاو دليلة مشركين قال إنه هاللي في ساعة بلار قده هذا إنه كهاللي من أرزاقهم أرزاق ذا اللو بلاري وإن بلار كدسو قين حق أرزاق ذا سلا إنه كهاللي وحي مركا كتوسين إساء إن مركا أن لوغة شيدين نرش عليلقة دارتن الدوية إن أن لوغة شيدين ألغت الماما يو يعني جريدة دبديد وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر وحوقت شيء ذيون بعد الموت جريدة دبديد بوقت شيء قبل الحشر صوصارتان ككهر أي مركة وقت شيء ذي ضدك لصوصار أيه يعني بعثك أي حشر ككهر موضوع الشيخ هل كان كجور رميا وحيكون صابسنت هاي عذاب القبر عذاب القبر يكون صابسنت قبر أما حباشة ددك قار كود وا لغو عذابا ددنا وا لوغو نعميا ددنا وا لغو عذابا قبرك غودهيس ادلينا لا ضهي وحجر امتحان مركه يسغ الله امتحان ايو ددك مركه قبرك لو دغو لا امتحان امتحانك الشيخ هو الدنبيسيي او وحينو كينيا هادلك كان كو خيغا ويؤمنون بمساله منكر ونكير إلى آخره مركا امتحانك قبرك دبا يككيني مركا ددك امتحانك كدعا والعذابية ددك قبرك لغو عذابية أنا قاركود وقالو يا منافقين وي نفاقو ذو اعتقادي هاي كواس عذاب كود وحنقنا يا إلى يوم القيامة إلا عذابا ددك أهل الكبائر ومسلمين أهل الدنبية وين كل انتي وقال كود العذاب يا نواشران ما عندهم بيدا كتوبة كينين ويقنا لقو عذاب يا حبارها قدهود قال بإنباء العذاب يا وقت أي العذاب يا ددك أهل الكبائر كان قال عذاب كود إلى ما لنت قيامه وقال أيه وذنوب تضاد بضنيد يقال دون ذلك
أو حوية قدر إن تلع ذابد إن مركا لقدين يوحي كالضم بأي أي نغنيان إلا النعمين ذات كالضم بيضا واوين أصاحب كاها يا مركا مسلمين تاها يا أهل التوحيد كاها إن عذابك لغا خفيفيو دعا عدو دعيسي أما أشرف عقادي إن لغا خفيفيان وادع ذا عذاب القبر هو حولي أدل بذن با لقدر يشداه الشيخ وحاو كدر يشدي لبا آيضوض وقرآن أي صوقات آيضو حيكو سابسنته فرعون بيكو سابسنته الله وحي لي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا نار با الله باندقا يا قرن هريد دئيا قرن دنبا دبا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ما أنت قيامة كعي سنة وحلورنا يا وحق قرسان فرعون لفتي سوحا قريسان آل فرعون أي فرعون نفسه فرعون لفتي سقريا أشد العذاب أما الله يلا هذا آل كوحا اللوتشي إذا فرعون يا أتباع ذي فرعون أي اللوتشي إذا أما لها فرعون لفتي سالوتشي إذا أمر بآل الرجل الله استعماله الرجل نفسه نك لفتي سالله استعماله سذكرنا واجرتا إلا إذا آل فرعون وحلقت الماما يا فرعون وأتباعه فرعون يا أتباع ذي سأي اللوتشي إذا فرعون يعد كفرك أي قال لماذا كرة عضي أي اللوغتشي امرأة فرعون وأسية بنت مزاحمة آل فرعون كالسوق لميسو يضوي كبحس وهي وحي هيد مؤمنات بي أهيد وحي نكمد هيد من فضليات النساء دمر كفضلك بضم بي كمد هيد بل كانت من الكوامل وحابي أهيد كورا ميس كتران أي مركة كمد هيد أتى النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم أو كما قال رقا إنفر بضم بعد ما يستر مي لكن دمر كما ما يستر من مويانه مريم إن أمرك عمران يا خديجة إن خويلد يا آسية إن مزاحمة امرأة فرعون يعني صدح لا صار ما يستر مي رواية خضر إيسا فاطمة بنت الرسول خضر إيسان واجرتها مركة آسية وحي كم إذا هاي دمر كفضلك بذنبه كم إذا هاي ماتي إلهي كبر إيسا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله دعا عنك سواتي كدعا يسنيس مركة آل فرعون كسوق الميس أما فرعون لفتي سأل لوتشي إذا أما فرعون يعدي قال لماذا كرها عضي أي اللوتشي إذا أتباعه في الكفر الصقئ يعد قال لماذا كرها عضي أي اللوغتشي موضع الشاهد حل قدر الشنيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا عطف كالإسكعط فيحو الدليل يهي إنه كالدويهين عذاب كنهر اللوب بندقى أيوه عذاب كالقلنا أيوه مالين تقيام إنه كالدويهين أي الله قاضني الله عطف يدل على المغايرة عطفك حكوت الصينية كالدوانان شوكوت الصينية مركا عذابك ما لنتا لقلن دونا يوم القيامة عذابك مركي هوري لقو عذابا يي وكال اللبا ما لنتا قيامة كعيس عذابك هوري يوي يكن لبا نغيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا شيخ حكدر يشدي مركي لليق قلن هوري دي قلن دنباد باللوبا نغيا انت أودا حيسا إن عذابك لقو إن يولاق شراي وحنا بعض أهل العلم أي مريان إن يتهي كناية عن الدوام ومرك الله إلى هذا قلنا هريا قلنا ذنبا عذابك أسأل الله بندق يا بعض أهل العلم وحيك قادنا يان إن عذابك الدائم هو شوكتي هاي وكي هاي ويا هاي كناية عن الدوام إن عذابك أسأل الدائم إن لقسر بيباي أو صار لقتل ممي على كل حال عذاب كان عذاب القبر وحلق عبر عرضي يقال لبندق يا عذابك الله بندق يا تنوعا وكلا علماء قاركود وحي إلى هذا من باب القلب أو حوية عذابك هل في يقال الله سوى بندق لها أي الله الشيخ يقال لفتو إن عذابك الله بندق يا يعني مركز أساس وكلا وسأل له إلى هذا عرضت الناقة على الحوض يعني مركز حوية مريد كنويها عرضت الحوض على الناقة يعني معناها لقت المم هكذا على كل حال إن عذاب لو بندق أيوه عذاب كاي كل باتون أيان أيا لقى قاضنا مركا مدنا وحلقا عبري قريم با لقى عبري
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب منا وحلق عبر عرضي تانا وحلق قاذني عذاب القبر إي عذاب كآخر إني كلويهين ووحوينا شبضا عذاب كآخر أياوينا شبضا يعني عذاب ك يعني قبره ودون عذاب الآخرة عذاب كآخر ومركا كهوسيا وعذاب كمركيس عذاب كآخر أياوينا شبضا مركا عذاب القبر وحكدرا عذاب كالنار تآخر أيا مركا كدرا وأيهاي قيامه مركا كعذو العذاب يا فرعون يعد فرعون قال لماذا كن راعضي وحل عذاب يا عذاب كي أقدرنا عذاب كان لغا خفيفين مايو وأنا لا ينوشغين أن قارد عذابك لغا خفيفين فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يعني عذابك لغا ما خفيفين يلو من أكادنا أيه ولغا ما الدبلغاي أما عذابك لغا ما خفيفين يلو من أقرقاري يعني واحد تخفيف ليلة ذات شري مايان وعذاب درا دائم تشكتا يعني ساس يذوي آيات داس وحي كمتا هاي آياتها اللودري شذو عذاب القبر ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب عطف كالسكو عطفي إلا بذا عذاب لك الشيقة ومن عرض لك عبري من عذاب كي أقدرنا إلا قلين أيوه يعني لينو الشيقة آيات كالنا وكدري شذان عرمضو إن عذاب القبر تشره محكم ذا آيات الله يلي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كوكستو ذكري قيقا وقرآن كاكتشيستا وحاوسوناتين ولا العليلي أوسوناتين ونحشره يوم القيامة أعمى عن صوصارينا ما لنت قيامنا إسقو إندلا أي نصوصارينا قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وحيدا ربي قيو محادي سو سارتي أنيقو إندلا وأول أهان شري مد إندقابة محاد هذا إندلان يقو سو سارتي قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يعني ساسو كلاذا هان شرتي مد آيات كيغا آيات كيغا انتي كوي مادين آد أغان وغتكتي آيات كيغا انتي كوي مادين وفي دار الدنيا أي كوي مادين وكسو قارين بعد أغان وغتكتي وكذلك اليوم تنسى ما تنساسو كلا ذيك عذابك اللي قتلي الجزاء من جنس العمل أبا المرنت نوع عملك أها أي نقنية مركو آياتك إلهي كتغي الرمين وايي كعمل فلي وايي راعي وايي دقو تشلقسين وايي وحلقوا أبا المرين عذابك اللي قتلي مركي وحوي آياتك إلهي وكأن دبالي وحلقوا عقابي إن مركا إساقوا عند الله صوصار ونحشره يوم القيامة أعمى عطفك وحلق الدلي شنا يلقى قاضنيا ونحشره يوم القيامة أعمى إن وحوي حشرقا قيامة الله صوصار يحال عند لأيها إلا الصوب حنيا إن يكدن بيسن رشع ليرقاء يعني مركا أي كل اللبيهين مركا هل كان وحكى صوبحيسا قبل الحشر صوصاريسا لصوصارا يكهر إن نرشا عريق أصغنانيس هذا مركا معنى أهان وحيكون رمو بكرتا نرشا عريق ما وحي أصغناتي في القبر مثل في دار الدنيا ولا بوجي إلا مركا ليلة حشر ويكهر رئيسا يصوصاريتان كما لنت قيام لصوصاريي نرشا عريق وكهر رئيسا مركي اللي يري والله بمد إن ليلة في دار الدنيا أي نرشا عريق أكل كل ميام انتارو لمنبا قبل القبر يا إن ليلة قبر يقضيه سكل كل ميام شيخ حمر رحمه الله إن يتاي في القبر قبر يقضيه سائن مركا نرشا عريق أكل كل ما يساس مري وحانو السيدة ودلي الشدي وحن أرق نيبوي قال فربضنا أما يهود أما النصارى أما قالك لو مشركين النور الواسعة يراح كسغا يأرزاق بلارن أو وحليل يأن لشي الدنيا لكل من مركا ما دام تاس أين أرقني
مشركين تقار كود إن يكسوغن يهين نولا واسعة إيا الراحة إيا أرزاق بلاران إيا النعمة الدنيا أي كسوغن يهين وحين نقنا إسان نرشي عجيري قاهايد إن الدنيا دا إينا كل كل من بلنقاتك والله بلنقاضينا إن باقضا مدعدين إن الله لا يخلف الميعاد إلى هاي بلنقاتك إسان مباتشيه مقوبياله مرها ضيعين كاتهاي وحين نقنا إسان بعد الموت قبل الحشر إن لوغة شيدو قيريد الدبديد إنو لكل ما يونو لشعريريغا حشريغا يسو ساريطانك كهرنا أي تهي قورتو لكل ما يه هل كان وحكسو بحيسا قبرغا إنتو كسوغن يهي قدهيدا إن لغو عذابا أيو وعذاب القبرغي بآيادو الدليل النغنس وجه الاستدلال كشيخو كدري الشذي وعذاب القبرغا وقدري الشذي واساس يذوي وهذه اللغة التي لها في دار الدنيا إن مركا نور العليلية قالوا أي لكل ما يسوه وحي نورك لها إن قال كاستابا يساقوا لباتي السن ونورش العليلية كتشرة بي نورك لها إن ما داما قالوا دي مركا الأركي قالوا فربضا ونور الواسعة هي أرزاق باللارن هي الراحة هي فرحة كسوغا وحيهين إن انتالوا تشيدين أي وجهك كلا صورة قالك ألقوا حنباري أو أعذاب القبر عذاب القبر قال لقوا حنباري وآيادا لقوا فصيري آيا مركا لقات المومي لقوا حنباري بمعنى ولقوا فصيري ولقوا معنين يبلوشي ساسا لقات المومي العلم يقاركوض وحي مران نولش عليل الدنيا دا لفتي دوني السوق ليس وقالوا أي لكل ميان انت الدنيا دا كسوقين نول العليل عليل كلب هذين لكل من حق مركا وحي الضمير كوذا إيا الروح دوذا إيا قلب كوذا عليل كغسو غيهين إيا قلق إيا والبهار والبهار إيا ورور إيا مرقو إيا سرطة أيو النوريهن أنين قرنين محاد كان نوشا محاك فائداء نوشا محاك وطريسا وحلو حسلا وذكر إلهي يحسك إلهي ألا بذكر الله تطمئن القلوب حسك إلهي بيكو حسي شا قلب يدو هذا حسك إلهي ويدو ما حسي ليسو إوحا إيمان أي ورور يو البهار يمروغ أي إيمان إيس ساساوه دي قارضة كوا أقول لدنان تبضن أقول راحة بضن أقول مالك بضن أي أقول ورور بضن أقول نعبات بضن عدة مركة إسدشة وحا أقول بضن قارضة وهذا أعضاء مركز أفراد أما مرار مركز مسلمين تكمد وقتها قارنة استلال لكن ذاتك قارضة استلال ترمّل ملايين بيقاريين أديات بيفر بذين تصنوح يتاي عريلغا يكسو غيهنا الدنيا عريلغا لغمت الماما يحق مالك يراح دي الدنيا إني مركا كما قنتها ظاهرا موقالك صار مركا لغيه وحي كدب بيهين حق قلبك إيا الروح ذي كدب بيهين يعني ورور كي والبهار كهيستا انت يبقى قال هذا مركيسا كنين كنول انت يعني كنين اسكو لو سينا يانعوني انت يبقى خمري اسكو شبايا سيئا انه لاش مركيسا مركوحان يعني وقام مشغولان وين افكرين واسكو لو سينا يان انت يبقى اسدي ليسا وعلى شيء يا واختي هذا قار كود ودن كمرايكن كا بوغاغتا لوغو إيبسيغا بدنا بوغ مركيسا كاور رمايا سيدا وغو فدود إيقوفكو إسود ديلو سنت با مركيسا بوغ لوغو إيبسيغا بدنا مرايكا او نقضي وسيدا وغو سهلن إيقوفكو إسود ديلي كارو يا ووضن كمرايكا محيط الماما يسا يعني سيدا قالدو أي أرهادين يعني نروش المركا وحان يعني إسكا يعني إصدافيان مدو النولان أيا يعني وحوايا محاك الدوان نروشن سرتيد وامحي فائدتيد وامحي وحباد عنيسا وحباد عبيسا وحباد مركا يعني كل راحي صنيسا هدنا قريبا كودن بيسا وانا واختير انت يرى ادنو شاينا سايكو قلنا افتقرن ميسيد ساساوذي وروري والبهار بيكو سوقيهن على ماذا قار كود مركا وحيليين دار الدنيا لفتيد واسوق ليسا ومعيشة الضنكي امركا للشيقا ايو نرش عريليقا لقمت المام يوكل يرى حدا ظاهر كم وقال كأي باطن كي كذب بينهن وكذب تيسين ولبا سيدا سامر كوحوية شندي قال كأدو يدو أي تهي سيدا حديث
صحيح وشيغايو النبي يقول عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا دو وتشيلك قفك مؤمن كاوانا تشندي قفك قالك. قصة أيانا لصون نقليان الحافظ ابن حجر رحمه الله ابن حجر العسقلاني أي مركي قاضي قود مسلمين تأوها أي واحد لا يلاذ يدو لقلبنا أو ركوب السارية هاي ولبس في عنا ولبستي يعني سيدا أصلا مركا أكتيسة وحوية دطفر بضني أي قلبنا يانو لنع السعودان أي أنين قال ذي مسلمين تكوها وصنوا ليت كم إذا أهل ذمه وحوية يعني مال في عنا اللهين سريد السوق كويبية وبعد كادت كتاغن السريد كويبية كم إذا السريد دركي سايكو تالو لباتو كركي سايكم وغطو أي أوي ميمر كيسا حافظ ابن حجر دانو حكويري النبي نصوم أوران الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال المسلمين تكوهو سنول ودقن كيسو دقن عربيدي هاي اللغة دي سنة اللغة عربيتها هاي اللغة عربيت سفي عنو قرنا سو النبي نمؤرنا الدنيا سجن المؤمن الدنيا دواتشيل كي قفك مؤمنك وجنة الكافر وانا قال كتشنديسي مركا سعيلي ها مركا سعيلي اوتشيل كأدوك أدكو جرتا محيطاي وحاسو النعماء يلدنان يالرحابة كاموقتا شنذا سعنوك أن هايستا محيطاي لباتضا سعي هايستو مركا سعيلي لقمة العيشك وحي أنعوني أيان سعيلي بلا كرة دينيا أن بعد كأتاجنا هيو أن مركي سمر كأيبينا يا سريد مركي سمر بمية صيا أن سلاه قوت الضرورة كلا صباح يا شنظن هاي استم حيطها هذا قصيد شنظن كام مقام حيط يعني تشيل كذا كتير تي نعمل كحرنتها محيطها حافظ ابن حجر مركبه وشوابي وحول قفك مؤمن كأ نعيم كأي شنظن إلى هاي آخرة وجود دياريي هدي وح كسر الدنيا ضل وصيه لدنانا الدنيا هي النعمة الدنيا وحكا استهدي لسيو شنذا آخرا مركا اللو ايغو وحي كرد غانتهي مد النعمة دي شنذي كحران وچيلك قجرة وهي النعمة دي الدنيا ورداني دمان والدليل مركا اللو ايغو شنذا آخرا لما وضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها على سبيل التوضيح بين قترين قالت النبي عليه الصلاة والسلام ويقول مير تشيد الله يقول شنذا كم إذا أي الدنيا دي وحكو سغنبا كونك سن هذا مرتا روح قال كأه هدو لباتك استاء الدنيا دا كقبو الضي مركا وحوية وحكا استؤر لبأه الدنيا دا كقبو قال كو مركا الله يقول نار تآخرة وقدم بيسا مركا الله يقول وحو نقنيا سيدي ميت شنكو شرو كالو نقنيا ودباتها الدنيا دمي مركا دباتها النار تآخرة الله إيغو وحي النقونا إسا چننا إنا يا هيد ساسو كالي النقونا إسا بو مركا صدا ساوحي وجنة الكافر أيو تهيبو إذ بديه مركب أبو چوار وحي اللي يلاذا نكوا إسلامي أي اللي يلاذا آي ذكر علماء وكدري الشدين عذاب القبر وحكم إذا آيات الله يليه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر يعني لدن سين عذاب كهو سيد لدن سين عذاب الأكبر ككهر لبع عذاب الله الشيغي العذاب الأدنى يا العذاب الأكبر يعني لبضى صلى الشيغي العذاب الأدنى وحلو تشيدا ببعض أهل العلم إلى عذاب القبر قالوا تشيدا إنك استوى علماء قارنا يكون فسرين إن لو قد شهدوا العذاب الأدنى عذاب كالدنيا يعرعرف كالدنيا يلبات ذا الدنيا ويدنا عذاب قد كان تفسير كاسنا يدو تشرو حتى نعلم علماء قارنا يكون فسرين العذاب الأدنى إن لقدت الماما عذاب القبر دون العذاب الأكبر عذاب الأكبر هو كي آخر وحي كرو أهل العلم يقاركو ذا يكدر يشهدين عذاب القبر سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وحن عذاب الدنيا لبا مر لبا مر محل وشيدة مرة في الدنيا ومرة في القبر مر وحلو عذاب يا الدنيا ذا قده هذا مرنا وحلو عذاب يا قبر ذا قده ثم يردون
مركا لبضن مر ويكه الرئيسا عذاب كالضنبي آخر ويكه الرئيسا ويصم محيفا إذن إيسا وترتيب مهلة ردقا يوحو كالضنبي يا وبعد مدة نغنى لبضن مر العذاب الدبديد بنغنى والترتيب بمهلة ثم يردون إلى عذاب عظيم مركا لبضن مر وحلقا قاضنا يا مر الدنيا لقوا عذابي يا مرنا قبر لقوا عذابي آياتك اللي قدر يشده كميت يا عذاب القبر اللي قدر يشده اللي قلب بحي أي كميت آي ضبضن بي علماء كدر يشدان وأي كاستنباطين وأي مركا عذاب القبر كدر يشدين وحانا مركا باحثين تقار كودا يشيقين إلى كنتن آيضود وقرآنا إنه موضوع كسابسن إنه أوريين هذا مركا رسالة وكوة ضبا وكو ديارنا يا موضوع أعلم هذا مركا قاركود أي كفصيرين كنتم كآيدود عذاب القبر إن لغتي ولو على قول من أقوال أهل التفسير مفسرين تقاركود سي كفصيرين مركا لغصون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فربضن بأسوأر ورتو عذاب القبر كتو سنس وعكم إذا حديث كالشيقة أي النبي عليه الصلاة والسلام إن يتعوذ بالله من عذاب القبر الله كم قال عذاب القبر عايشنا السجارة إن النبي يقول عليه الصلاة والسلام الله كم قال عذاب القبر مركي هو النبي وحو الشيقة عليه الصلاة والسلام يهود تعذب في قبورها أو كما قال عائشة وحيكت للنبي عليه الصلاة والسلام قبر يهودي يدا أيام مركا وحسي يبا وحيت لها إله عذاب القبر كابد بادي عائشة كورونيس يعني قال في مسلمين تأن لدقا لنسنين يعني حرب أهين صدقة سنة أولا السين كرا شرعي أننا وكسو قنت ونوع إحسان أه ولا السين كرا آيات سورة البقرة وكسو الدكتين معناها ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء سب نزول كيد وحكو الساب صناع قال هذا إن وحلسيه لكن قالك وحلسين إياه وقالك أن حربك أهين كي حربك أهل لفتي سمرك لسوق فاشو يعني إحسان مرك واللوص من كرا وحالة النوع عاصين وحلسيه وشيف يعني وحلسية وشيء في عمي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا المهم عائشة وحيكت للنبي عليه الصلاة والسلام قبل لا يهود أمركا وحسي وحيت لهذا إلهيها كابد بادي عذاب القبر عائشة أمركا مؤقين قبر إنه عذاب لي مركا النبي ويديس عليه الصلاة والسلام قبر يميا لسكو عذابا مركز النبي وكويل عليه الصلاة والسلام يهود بأن لقوا عذابا يا قبر يهود بأن لقوا عذابا كذب بأن النبي قال له وحيوذي عليه الصلاة والسلام إن وحوي أهل الإسلام كعد كم إذا مسلمين تا والدنبية وهوين الصاحبة إن يدعوا إن قبر لقوا عذابه مركز النبي عليه الصلاة والسلام وأمري إن مركز عذاب القبر إلهي كم غنقش تعوذي بالله من عذاب القبر وعنوا الشيء إنكم تفتنون في قبوركم حباله إن الله يدنكم امتحانيا إلى آخره أحاديث كلا وكسا أرورتي أفرت إله إلا قم قلايو إنت الله السلام النقصان وحكم إذا عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أفرتاس إله كم قلا واتي النبي عليه الصلاة والسلام أولي حديثك صحيحة أحاديث بدن وكلا عذاب القبر وقصة أروري وحصومري النبي عليه الصلاة والسلام لبح بالود بصومري مركزو حولي إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير لبدن والا عذاب يا وحوين لو عذاب ماي هربا أصو الشيخ نوبابك الشفاعة مركي نكهد ليني أيام فيلا يا حديث كإن نصو نقلنا صور أبني صو الشيخ إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير لبدن والا عذاب يا النبي يقول عليه الصلاة والسلام وحوين لو عذاب ماي محلوت شيء وحذن كإذن لوين لو عذاب ماي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم صاصوك لك لقنت
ساساودت بالرواية كان الصعر ورطي بلى إنه كبير ها ووينها يوحل وعذابية وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير محل وكل منيا وحلقت وما هي حقيقة وحل وعذابية ووينها لكن إذنك عندقين يمرهن وحد اللوين معها إذن كان إذن لوينين لكن في نفس الأمر واوينت وشيوين أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله وفي رواية فكان لا يستنزه من بوله لبضا المياه متكود وحوها مدر الدراء لا أستعدو ضدك إسخو الدراء نميمي أها ضدك إسخو الشقي إسخو الدراء ككلنا وحو أها مدان مركا وحوي كاديدي ساان اسكن نظيفين بو أها وبمعنى سوان أكسن آن إسكن نظيفين أي مركا أها مركا وحوي اللبضة مدوى البعض بالقبر إني صاب إسالك قاضني نمامكو نميميوها دانو كتوبت كينين أو صدا كل انتو إسكن كتوبت كينين والسبب عذابكم متيسنا كاديدة هدية آن مركا الله إسكن نظيفين يسقوا قفك أبوذي كرايا ويسكن نذيفين وايو أيضا نوامد عذابكم متيسنا مالك عذاب القبر إذا حديثك سنوى الشيء يا صحيحا نكسوين أحاديث بضن وكلوا كسارو طيب علماء وحي إلى هذان حديث عذاب القبر فالشيء يساء وحديث متواترة وتواتر معنوي تواتر كاوح اللوق بيا تواتر لفظي يا تواتر معنوي يعني تواتر لفظي أه أو لفظ معين إن مركا وحوين سيدا لسو وذوريو يأين معناها قودة إسكوا أفقضوه وأي مركا وحوين معنه لقوة قاضنا يضع الفادي كالدوان تهي مربى الصيغة ذو كيمي أي كالدوانيهين حضنا معناها قودة لقا قاضنا يا إسكوا أفقيو يعني معنى معين أه لما مركا يسا معناها إسكوا تقيو ونقل يا تواتر معنوي معناها مركا عذاب القبر وحش الشيغي أحاديث تقص أرورتي سيغدد هكا الدوانات سيارك الدوانة أصوك الأرورتو وحي مركا فائديني ساتواتر معنوي فائديني يعني وحلقا قادنا يا علم قطعي أي مركا عذاب القبر أي قص قنطهي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قص أرورتي قرآن كنا وكتمي أهل السنة والجماعنا وكو إجماعين عذاب القبر إن تشروه وكو إجماعين أما عبارة الشيخ يلي يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه عدى مركا وحي مشيئة لقو حريا وحي نغن يسوى عدي يقو أهل الكبائر أها أما قال ذا قال لما كل ما طي يقو إلا بإلا والعذاب يا إلهين عفى الماء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سيدا لبضاء آيضا سورة النساء قصة أروري أي فائدين أيان ولك لقاضي الدنبي قال لماذا عدي كل ما تي يدنوبتك قال لماذا كسو كيسا عدي كل ما تي إلا كالفرقي عدي الدنبي قال لماذا كل ما تي وحا إلى هين وشيقي إن المرنة بأدن بدافين وعذاب يا عذاب مركا دائم وشوكتا آياتك قرآن كان وتقصة أروري إن عذابك كواري ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا يعني آيات خلود أبدي بالله ينوغ الشاقي قال ذو إن النار تكواريا أبدا الآباد لينوغ الشاقي صدح آيات القرآن إن يقص أرورتي خلود قال ذو أي النار تكواريا إن أبدي هي واللفظة أبد لقو قيدايه آية سورة الجن هي آخر كسورة الأحزاب هي آخر كسورة النساء ما لها كلا خلود أي قصار ورطيق قال أظن النار تكوى رئيس أبد لقم قيد لكن معناها أن آيادهم بيوافقيس لكن عدي دنبق قال لماذا قصو كيس كل ما طي يذن كتوبت كين وتحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سدوا الله بويلي دون الشرك قال لما وحي كسوكية إلهي عدو دوننا وأولافا عدو دوننا وكعقابا وتحت المشيئة دونست إلهي بيهوسيا لن تحت خطر المشيئة صاص يذوي لبضا مرق مركا امتحانان عدي مركا كل عضي امتحانك وحوي والقراعيا
وإن مركا أي سربض الله عيان با سوار ورطي أحاديثنا أي شيقيس عذاب القبر أيين كمتهي قراع عاصل قراعيا هذا عذاب القبر ما هو كل عيا شركة هي النفط وم يكل عيا مثل شركة كلية مثل النفط كلية علماء ذو حي لهذين شركة هي النفط بواسامين يا لكن وحسي بدن حق أرواحه حق أرواح ذي النفها أيوب بذن يهي لكن شركنا واسامين يا شركنا واسامين يا مركا اللبضة بعقابك وكل عيا لكن وحاوسي بذن يهي حق أرواح ذا سيدا ساود يدبع الله يري النار يعرضون عليها غدوا وعشية عذاب القبر وحمقابل النعيم القبر واطيع علماء الحكمة ذهن إلى هذان حديث نمو وسقنا القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران قبر أموى بير بيرها تشنذا كمدا أموى هذان هادامها النار تكمدا لبدا مدب قبر نقني مركضتك قار كودين لو قلنا عمينا يا قبر قده إسا أيا قصة أرورتي يعني مركا أدلة أيا كتمي وقبر الله واسعنا يا الله بلارنا يا ذلك قارنا والله وعريري يا قارنا والله واسعنا يا ذلك قارب وحلق يا بين يلهدان وإن ذلك قار كود قبر الله واسعنا يا حبالها قار كود هدي الله قود اللي قلت لي ما يقول أنت كير أما أنت كبلارن يقول أنت كواسع سن أما أنت ك يعني عريري سن وكير لو أركي ما تكلوح النعيمة وح النعماء هي تشناء هي وح عذاب التون الله أركي ماي محال قد شوابي وحي أهل العلم يقول لهدين عذاب القبر هي نعيم القبر هو أرن غيبي أرن مشاهدة ما تتكنا وح لقوا امتحاني أمورها غيب كائن الرميان الذين يؤمنون بالغيب يعني وكوي غيب كالرميني غيب كوا وح قرصونوي وحمشاهد الله أرك يما ساساود يد وأرهن لي نجح حجاب ولي نجح قري سدا وحوي يمرك عدا العذاب أيه قيل ذي عباد ككذع أيه إنه حباره الدرج شوقنا أين أن أم قليل حوله أشياء ذيك لأي مقليان لكن إنه لي نجح حجابي ولي نجح قري يا نبي قنا أشجع عليه الصلاة والسلام هدانا كبقين إن وحوي أيس آسي ويدان وحان مركا إلهي كبر إلها عذاب القبر وحان كم مقلا يوكا لإن وإذن كم مقشيان إلهي كبر إلها لكن وحان كبق يا إن إس آسي ويدان أنت حباري بكفر نطان مركا عباتك يا قيل ذي أم مقشان أكل عويدان يا مركا وحوي وحالي نوشك يتشنك يا إنسي عدان هين ورمي ويمقليان عبادك أهل النار كالعذاب يكبح حيا يعني وحوي ومقليان ساساودين يعني مركا أيا وحد عضا أيدتك قاركود سمين شرين سلع رمضا قاركود أي الشيقين يعني حولها قاركودين أي مركا الددان وأي ميلها قاركود وقالك وآصنت أي كالددان عبادك كبح حيا أما وحوي فردها قاركود ومركيس مركا دعلوش استاكتو أي مركا وحوك سودعي واي مرك وحوي أي مقلان عباد كأي وحيالها سي وحكب حيا أي سبدلان وأي قاركود لبدون شرين حبالها قال ذي أكتو ذا إلا دون شرين يعني فرضها النوع سكر كل عضو مرك كل ذلك وحوي وعالم إنك إنك قرصون مرك الشيء سقو شراء إنك لا إنك حجابي وقيل ذو ذي مقل ما إنك هو العذاب أيه حباش ذي هدي أيه مرك وحوي قدنه يعني مركا أقولك ما إنه يضو أنت كعدي للسن أقولك ما إنه هلا عين النار كبحية يعني وحوي أقولك ما إنه يضو أنت كواصع سن أقولك ما إنه وح نعيم يتشنع كل ذلك هو أشياء اللي نجا حجاب ولا نجا قري يقول شيء وشرام بالي نجا قري الشرع قلنا الشرع لا يأتي بما تحيله العقول وقد يأتي بما تحار فيه العقول على ماذا وحي إلى ذن قاعدة أهان الشرع قل لم يماده وحمرك عقل يده مستحيل كرجان شرع ولا ميمد لكن وح عقل يده كور إيران شرع ولا ميمد فرق بقى كتيرة شيء إن مرك وحوي عقل يده كور إيران ومرك وحوي كوات كان يسو يعني مرك صداي يعني إدراكيا يعني مستحيل كرجان ومستحيل لما كو قرنيان
marka waxa weeye wax mustahil ah sharci la iman ma laakin shay waxa weeye aqlu ku wareerayo yaani marka sharci waa la yimaada ala kulli hal naimul qabr iyo cadaabul qabr labaduba waa jiraan waa insaas sida loo caqiideeyo loo rumeeyo ilaahayna waa in laga magan galaa cadaabul qabriga waa in laga magan galaa ayadan النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ابن كثير كوحورنيا وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا محققنا جزاه الله خيرا وأصوره وتعليقه وسأيك قري ابن كثير كوحورنيا آيادني وأصل وين بيؤتهي دليشت كأهل السنة والجماعة يدريشدين عذاب القبرقة عذاب تبرزخة برزخ هو تيت كي آخرية الدنيا دو لحي يعني لو حبالها قدوه ذا عذاب البرزخ لو عذابه أصل وين بيؤتهي يعني الدليل بيؤتها اللوتشي ذا أصل في كذا بمعنى الدليل باللوتشي آية ذكر ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحل سوري حديث ومركا محققنا السعر ورنا أيوه ابن كثير وكسر نقلنا أيوه الزاربة سنة كيسة كورنا أيوه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القبر وعذاب القبر قولي وحانوا لي إسناد جيد وسند وناك سنوي على كل حال حديث كان هدو مركا أصحه وحو تلمام يا عذاب القبر إن لغو فسر كرو أما با أسوق لا يا عذاب القبر ووادع كرتا إن لو يلاد عذاب القبر يا عذاب الدنيا لابدو أسوق ليان وانا دع كرتا إن عذاب القبر قال لغو فسر لكن حديث كان يساقو مرفوعا يساقو موقوفا والسور يساسا وإذا بعض أهل العلم وحي أرجح يان وقف ذا إنه موقوف يهي أي أرجح يان ما دام وقف الرفع لابدو السوريي مرنا يدو النبي عليه الصلاة والسلام لوكر يلايو إنو سدايري مرنا إصغو مركا موقوفا وبمعنى صحابيك الصدا أرنا يو عذاب القبر أيا لبد باللسوري على كل حال يعني مسألة ذا قصة بصنع عذاب القبر والساس يذوي شيخ وحول رحمه الله ويؤمنون بمسألة منكر ونكير ويؤمنون والرومين ين أهل السنة والجماعة بمسألة منكر ونكير مسألة منكر ينكير كصاب صنب الرومين ين على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيكون رومين ين سيدو مركا خبرك كصب ناضي حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وكصب ناضي مع قوله تعالى للقب هذا الكساء الله يلئوه ليه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الله وسغيا الذين كويبوا سغيا آمنوا رميي بالقول الثابت أراهد السغني ذي حق أهيد بكو سغيا وأه أشهد أن لا إله إلا الله في الحياة الدنيا نرشى الدنيا قده دكو سغيا وفي الآخرة آخرة قده دنوا كو سغيا ويضل الله الظالمين إلى هاي واللومين يا الظالمين كوي حد قد بي الله واللومين يا كوي قال ذهب اللومين يا ويفعل الله ما يشاء الله وحو السمين يا وحو الدون إن السمين أي السمين يا وما ورد تفسيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مع ما ورد أونوهيريو كيسو أروري تفسيره تفسير كيسو أروري عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حقي سوك الصاروري صلى الله عليه وسلم شيخ وحكاني امتحان كقبر قال امتحاني والله من ملك أيدتك امتحانيا إنكم تفتنون في قبوركم نبي حشاق عليه الصلاة والسلام وحل إذنكو امتحانيا حباله نقذه دا أيا لإذنكو امتحانيا وحل ذي الامتحان يا فتنه فتنة مسيح الدجال لم إذا أما كدوبا لذي الامتحان أحاديث قار كذو حكو الصاروري إن ملائكة أيو إمانيان وملائكة سأي امتحانيان أحاديث قار كذو ملائكة مقعيد ذي الشيقيان ومنكر ينكير إن لك ليلة ذي الشيقيان والنبي عليه الصلاة والسلام وحويلي حديث الترمذي ابن حبان أي سوريين
بيهقي في إثبات عذاب القبر، ابن أبي عاصم في السنة، وغيرهم. أبي هريرة أكورني أن يعني أبي هريرة يلي النبي عليه الصلاة والسلام وحو يلي إن أبي هريرة يلي رسولك صلى الله عليه وسلم وحو يلي إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وحن النبي عليه الصلاة والسلام ميت كمرك اللآس أما متك اللآس أتاه ملكان أسودان أزرقان وحوي ما دل وملك ومدمدو أي أوي مادة والصورة دي أوي من أيام أزرق يعني وحوي بلوغ أهبي أوي مادة وحلى إلى هذا لبدا ملك متكود يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير ككرنا وحلى إلى هذا النكير بال إلى هذا أي وللآخر النكير الحديث أي أكمل الحديث حديث كلام يستر. قال الترمذي حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. الترمذي وحو يلي حديث أبي هريرة وحديث حسن أهو غريب وينبوي البان صحيح هذا وحكورنا إسناده جيد سند كسوة ونكسية. وحان الشيخ الباني أولي رحمة الله على الجميع وفي رد على من أنكر من المعاصرين تسمية الملكين بالمنكر والنكير جميعا وحين شهدنا يعني أهل الإيمان كلما أنتود أما علماء مركز مركز لما أنتود أما وحكى الله فصير كرا يعني مركب مشايخ ضعين الشيخين لما أنتم قال إن السوق اللي استمرنا بقوة متشيدنا لكن احتمالات كاكالا كيلون يودبا وحين نغنى إساء إن عندي بكو سقنين والتعميم يعني مركب أحسن عامية لست أهل الإيمان كاللقو عامية له أيانا فعنا شبضا. قال وفي رد على من أنكر من المعاصرين تسمية الملكين بالمنكر والنكير شيخ الباني وحورنا يا وحكسوا عن ردين للردين أيو وركود للديد أيو على من أنكر عدة ديدي ومن المعاصرين معاصرين تكمد تسمية الملكين إلا بدا ملك إلا قم قعاب الديدي للمنكر والنكير منكر والنكير مركا حديثك وحو إثباتنا يا إن لبدا مقع إلا كلي هذا منكر والنكير أيه منكر نوى بفتح الكاف ما هو منكر أي وحوي ومنكر يا نكير معنى هان الدواب يسكن معنوي والنكير نوى بمعنى منكر بن غنى يا سكن لكن وأسماء اللي يلا هذا أساسا مركا لبضا مركبة امتحاني تتكقار كودا عن لا امتحاني نواتشران وحكم إذا النبي ذا لما امتحاني وأيو ديكو يحلقوا امتحاني النبي يدوي تتك مرك الله امتحاني محلقوا امتحانا وحلقوا امتحانا سيدا حديث صحاحة كسارورتي من ربك وما دينك ومن نبيك أما وما كنت تقول في هذا الرجل ربك وكما دين تادوا ثم نبيك وكما يا من ربك ومن نبيك وما دينك دينك محيه وحكى الصعر ارتي ومن نبيك بدل كذا وما كنت تقول في هذا الرجل إن كان محاد كأرجرتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام انت الله صبرا لقاء يا وحل إلى ذا إن كان محاد كأرجرتي قفك مؤمنك وحورا يا ربي الله والنبي محمد والدين الإسلام ربك أيها الله دينك يقول هو إسلام نبيك يقول هو محمد عليه الصلاة والسلام وأما المنافق والمرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته كم منافقا نبي وحول عليه الصلاة والسلام كم منافق ها أمشك السنا إساق وحول هذا ها ها لا أدري ما قرنا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ضد كان مقلوح أرنا أنوان اسكائره يا ما هي يقين علم إن كيري أو هبي أو يقين سنا أو اعتقاد سنا وعن علم يا يقين يا رمين وكسف فليماءها تتخوح لأم بان مغلاء النوان سكيري يا
مركا صادق ادم مركا ملائكته شقاك قبنيان كي وحويه جوابته حق الله وافتشيو كلامك حق الله قصغي اكو الى هي الشيء يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره نرش الدنيا الله سغيا غدهيده هذلك حق الله قصغيا وحا لو جيده انت الدنيا كنول يهي ايا لو سغيا كلامك حق التوحيد كي ايمانك اسلام نمدا لا الى وكدمنا ايو يعني اسلام نما وكدمنا يا كسل وفتشيا ان روح مركه وحويه التوحيد كدنتا والنعمه الهي ونعمه عظيمه والنعمه عظيمه ساسود قفك السكراضيا وان لولد ذا لا ان لو لقيمو كلمه توحيدك يا ان لغه خشون ليس اورنين وحويه ودوميات يتقدمين إيسا إيه وحلم إذا أما مركا إيسا مركا مقيربا أصادنا إيسا واسدين ولدن يهي يا دي هدول لدن يهي توحيدك هدوك وهذا رسول أجر لو بقري ماي خير بكيه لي انت أنو مركا إيسا توحيدك كوهاد لي هدوك كعو وحسن هذا أجر ويا الله صندوق إيسا يقصي جرته دي هدوك تيسي النقطنا دي وحوي وكلامك حقا هاي وكل ماي marka hadii la arko wax weeye in loo la qiimo qofkii sakaraadayay ama usla ilma garanayso inuu kan u dhiman doono inuu ka kici doono adigu ma ogiide inaad karaamka xaqqa ku caawiso inaad u laqinto laqinu mautakum la ilaha illa allah kuwiina dhimanaya la ilaha illa allah u laqima ya in loo la qiimo la xasuusiyo waa arin marka wanaagsan wi laqinu mautakum la ilaha illa allah ويا روح هذا الكيس كلمة توحيد هو قدام بيسا دشنت قليا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كهذا الكيس قدام بيا لا إله إلا الله أون نغضا شنت قليا بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام يا من قال لا إله إلا الله أدخله الله الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه حديث كلام حشيق يكيل لا إله إلا الله إله هذا الله تشنده قليا ولو هبها ليلا وحها ليلا يعني مركا انت هرتد وحيها ليلا هبها ليلا حديث كلام حشيق يسقنا الصحيحة ما من عبد يقول لا إله إلا الله ثم يموت على ذلك إلا أدخله الله الجنة الدون لا إله إلا الله أرني أصدى كل من يمتشرو إنه الله تشنده قليا موياني رواية كلام حشيق من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة كوكسا الله لكل ما حالنا الله وحبه الشريك يلين وحب لو ذاتشين إنن الله شنو قريا مركز أبو الدرب نبي وحكوي عليه الصلاة والسلام وإن زنا وإن سرق رسولك إله حتى هدوس نيستو أو حادو ما شنو قريا النبي وحو الشاق عليه الصلاة والسلام كلا لا إله إلا الله وإله هذه كل انت إنو شنو قريا الله جن قرني مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام وإن زنا وإن سرق حتى هدوسنا يستو وحنا حضو الله جن وقرني مركز أخا ذوي أبو ذر مر لباد بكعري وإن زنا وإن سرق يا رسول الله وإن زنا وإن سرق رسولك إله يو حتى هدوسنا يستو وحنا حضو ميو جن قرني قال وإن زنا وإن سرق هدو حتى سنستو حنحضو شن وقريا مر هدو لا إله إلا الله انتو يري كل انتي يا شن وقريا مر صدح هدو هدنا أبو ذركو علنيا يا رسول الله وإن زنا وإن سرق رسولك إله حتى هدو سنستو حنحضو ما شن وقريا قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي الدر ها شندو قريا هدو لا إله إلا الله انتو إله هذا كل انتو شنو قريا حتى هدو سنيستو وحنا حضي أهرئونا سنيستو وحنا وحضي شنو قريا على رغم أنف أبي ذر سندو لها مركا أبي ذر بكو قريا أبي ذر هدو دونا مركا إشكال بأرنكا سيحكا قشري إلا وقريا شنو قريا الروح حديثك صحيح إساقنا وحاو تلماما يا موضوع سوشيغيا عدي مركا وحوية توحيد كل ما تي إن يتشن قريس حديثنا بخاري المسلم أنا ما ذكر وحي كحم بارين روحي كلامك التوحيد كل قدام بيي إن لقت الماما
الذنوب وحك استبه اللي ما أديها دي كلامك وقدم بي توحيد كالنقضه كلمة التوحيد كحالة الصوب حضي وميسان بضنتهي وحي هروي كم ميسان بضن إيسان مركا إيساق وشنده إلا بإلا وكري أهل العلم يقار كودنا وحي أفسرين شنو قلي أما هرها كقلو أما مركا الضنبها قدم بي يا وشنو قلي دي الدنب كبائر هدو كل انتي أوين وآنو كتوبت كينين هدو إلهي عفية هربو جنده كقرية إلا ما شيء هذا إلهي بهو سيال لي هدو إلهي عفية والدنب كي كرنافان وكعقاب جنده هرك قرية هدانو إلهي عفين الدنب كي النار كقصو شرنا أو عقاب سو مريانا جنده كدن بين إياه ولو عذابها سو مر عذاب تاسنا وللتطهير قرن كي الدنب كالقصو الرباي على كل حال تاسنا الساسي ذوي مركا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والدنيا دي وفي الآخرة وحلوت شيء إذا آخرة قرما الوسقى وقبر قديس القبر أول منازل الآخرة أتي حديث اللي قصه وريا قبر قريها آخرة السقى أبوه الرية أول منازل الآخرة وقبر مركا آخرة كلامك حق الله قصه وحلوت شيء إذا في القبر بالقصه يا قبرك قدهيس أيها القصوغة يبلغت المؤمن حديث كان النبي قلنا وفسر أيها وشيخ وإشاري وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آياده فسره حديث كان مركي سلام محقق هوستا أيها مركا كقري أو وحوه لروى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسولك وحيد عليه الصلاة والسلام قفك مسلم كأمرك قبرك قده سلقوا يديو يا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحقر يا من حق لقوا عابدا إنا نترنا الله موياني وحقر وقر يا إن محمدنا رسولك إلهي يهي الله رسولك سئنو يهي أي قر يا رسول الله إنو يهي صلى الله عليه وسلم يعني الشهادتين قرية فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وحن قنيا كاس مركة هذا الكاء الله أولي يثبت الله الذين آمنوا الله وصغى يقوى مؤمنين بالقول الثابت هذا الكي السقنايا حقها بقصغيا في الحياة الدنيا نلوش الدنيا قدهيدا وفي الآخرة آخرة قدهيدا مركا آخرة الله قصوغا يا وحلقات الماما يا دي قبرك على قتل الماما إنه لش أديو سوغري ما يسو قبرك في الحياة الدنيا ميا كميتها ميا إذن وفي الآخرة ميا كميتها تفسير كي النبي قانا الصاصة عليه الصلاة والسلام مركا وحلقات الماما يا إن سؤاشي قبرك الله قصوغا يا كلامك حقا وأهل الإيمان كالله قصوغا يا كلامك حقا بلغا قاضنا وايهي مركا عدي وحلقو امتحانا يا وحكم إذا النبي يده وأمد والب النبي جادي والو امتحانا يا تعدي وحلقو امتحانا يا يعدي إلا امتحانا يا ويكل الدوانانا يا سلاس أود الأنبياء ويكع جيه يجو امتحانك وكل وحلقو امتحاني وحكلو امتحانك لقبت بادية يعني شهادة وصار أرطي وفتنة القبر إن لقبت بادين أيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحاحة كتني وحكلو علماء أي لهدين يعني عروت الصغير تا مركيس مركا يرير السبيان تا الصغير تي يجنا امتحان كقبرجا ولا جبت بادية ويجنا مركا حلما امتحان هل كانوا حلقة قاضنا يدث كقار كودو فتنة القبرجا أما امتحان كقبرجا لجبت بادينا يا إني يتشران كوا إنه الشجن يبان كم إذا ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره ويرون وحي أركيان واعتقاد سيهن ترك الخصومات وغيره خصوماتك هي ضد إن لقتها والمرائي أسرارك هي مرنك إن لقتها في القرآن قرآنك لغمر مايو آياتك قرآنك وغيره يعني مركا قرآنك وحنا هينبا مسائشك للشرع قابا إن لقو أسرارتم ولغمر مو إن ليسكد أيو إن صحتها وصوابتها أي اعتقاد سينا أقبان لقول الله عز وجل
وحين السدى وقبان واعتقاد سينا للسنة والجماعة هذا الله يلي آودي عز إله إسقى غالبا وجل إسقى وينه. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل مدودا يوم أصرار تمايو في آيات الله آيدها إلهي يعني كمدودا يوم إلا الذين كفروا كوي قالوا بيمو يعني يجادل فيها تكذيبا بها. وحود دوديا يجادل فيها كوى قالوا بي ودوديان آياتك إلهي بي كدوديان تكذيبا بها بيني بيني اندرادد بي وقدوديا. والله أعلم. الله بانا أقوم بضن أعد والبا أقوم بضن موضوعا وحي كصاب صنتهي إن آياتك قرآن كان لو أسررت من أسرارك هدي بين اللوغة تشيدو أما إشكال قرين اللوغة تشيدو أما الشكي قرين اللوغة تشيدو أما قرآنك إلا سكور كين أي اللوغة تشيدو أما معاني باطل إلا دريشن أي اللوغة تشيدو كل ذلك ومد باطلا بنانين. جدال كوح النقضاء جدال بحق يجدال بباطل إن حق لقدو ذا يو إن باطل لقدو ذا ضد باطل كالقدو ذا يا ما بنانا ضد اللود ذي لأجل الغلبة إنه قفكم مركا وحوي غالب نقضبة بحق أو بباطل سو دون بهكوك عن سرية يسق ضد إنه هلا ودون أيه يغلب إيه إنه مركا وحوي عن سرية ويسق مركا ضد كل رية وكو غالب نقضه ومد مذموم حن مد حوي معنى باطل إن اللود ذي أنا ومد يدنا حوي حق بها لقدو ذي قصد حنين لقلي هي استصنمائي أركائي مقلائي أنا علمي بضان هدي أتشيدد أيتهاي أيتهاي إظهار العضلات إنه موتشنا أيه يعني مركا أقونتي سي علمي قيسا يعني عد إلى علمي مجرته أو يهي اسموتشن يستصنم يدنا ومد مذموم حنوي ولا ينودي ذي الضوء دا صلم. حديث النبي وحق الصارورتي وحديث صحيحة إمام أحمد وغيره سوريا المراء في القرآن كفر. القرآن كإن لقوا الصرارتما وكفري والنوع كفرية نوع كفرية ويان مركا الصرار كقرآن كلقوا الصرارتما إن ليسكتشره ويان قرآن كهدي ليسكهر كينا يلفت هذا أو لدونا أيو إن مركا وحوي ليسكهر كينا وحين نغنى السيدة لفت هذا مضان بناني النبي مقلى عليه الصلاة والسلام صحابة قاركو دودة هي مركز النبي مركز حوين يعني أرنك الديدي تأذن وحول الله تضرب كتاب الله بعضه ببعض كتابك إلهي قارك بقارك كلها كقراعين هيسكور كيرين القرآن يا هيسكور كيرين وأوديدي النبي عليه الصلاة والسلام أرنك أنا وكر يا حديث كلا وحشيغ يا النبي عليه الصلاة والسلام ولي ما ضل قوما بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل قال ملومان هنون يكسونا يند بديد إن دودي أسرار يمر الله سيمو يعني يا حدي وحوي للغلب اللود دايو أما للرياء اللود داينا ومذموم وحنتهي وهكذا جدالك حق لقود دودي يا يضوي في عنتهي قصد وناكسنا اللوغة تشيدو حقنا لقود عضينا يعد دودي سانا ايتهي عد علم أولى شريعة دي قف قدان علم ولا هين شرع دين وكدوا ضوء مبنانا ولا تقف ما ليس لك به علم هالراع وحن علمك وقصونين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون محرماتك قطعي أهابي كم ذهي قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مركا قولنا على الله بلا علم وحي أهيد مركا شيء محرما بنانين علم الدر مركا قفك إنه كدو دا وما بنانا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني واجب كيس وسؤال ما هينو أصررتمه أو دو دما ووحنوا علم أولهين كدو ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم وحن علم إذن كسرين محاو قدو ديسان وحاو الروح كالدودية وإن النقطة وحو علم أولي قصد وناكسن وإن كريها للمناصح وإن وقتشي ذا يحق إن عضينا هذا مالك حالك عينك سنة وإن ضد أهي جدال عقيم ضد مدليس وإن أهي
أن فائدة لهين هذا يدود أن غتمد أن فائدة لهين يعني وإن لقدت قال لي اسكتها يا أنا ضامن ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا لا حجد مركي عدات الدبديد قفك معاند كي اسكا أصررتما يلا لما دودو ولا اسكا دافا ولا قتها دود قار الأمرين يتشران وحلقا قادنا يا وجادلهم بالتي هي أحسن كل الدود سبس إذا يكونا قبضانته ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وحكى له دليلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا يعني مركا جدال كل مود الديدا جدالك مركا وحوي ضوابط أنه الشيغنك هو بصديبة للديدا يا لكن جدالك حق الودود حق العدين مناصحة لقد قصد وناكسن لقلي إياهي يعني إن مركز ثمراء يملون أخسن كبرنا أن الله في ليو حال كعين كاسا كاسو نغنيا كمركا للإيمان كرا عد معاندين تعينات كلإيمان إيسا يعني حق أقبلين يظل للمدوضه أما مركا أغتشي يدأي أركاي مقلاي إن اسمو جسو أغدن له يعني للمدوضه يعني وحوية بدعادنا لما نغرقا شيء علماء الهدين يعني وقت بدعاد قرصون تهي يعني وضدك الله مصر صاره ويضدك عام مدى قال بإشكال قرنيسا عن حقي باطل كينا كالك قرنين ضدك مركة أهل الباطل كهانا مقع أيا لقيا بوقتي ذا قار كودين يكوها لان مركة وحوية مروى الباء يعني ضدك أهل الباطل كا حتى مروى الباء لما الدوضو يعني الضوابط بيلا ذا هي مركة للدو ذا يعلم ذا الشروط يكو حرين مركة ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره مركة جدال كان إنه جدالك قيب كم إذا مذمومته أي أصوى قاضنية ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وحلم إذا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل مركا وحوية تكذيب كوكرية مركا اللوغة شيدنا ما هي حدي وحوية مركا عنادية مدى حضيق أي كتها يعد الدوذيسة أما دي وحوية وقدن لي هي أركاي مقلاي أما حقا أنه أقبلين لفتيسة للمدوذيسة نشيغني أركاي نقول شوغو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.